فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي الحضور عند طلبة العلم أم أقتصر على العلماء؟ كل ما فيه فائدة فإنك تطلبه، فالذي تستفيد منه فائدة صحيحة فإنك تستفيد منه. زملائك أيضا ذاكر معهم وتستفيد منه، نحن وقت الطلب نتذاكر فيما بيننا ويستفيد بعضنا من بعض، وأيضا النهاية عند العلماء. لكن كون طلبة العلم تذاكرون ويتشاورون هذا شيء طيب. نعم.